مساء الخير. النهاردة الفيديو بتاعنا ولا طريقة طبخ ولا أكل ولا أي حاجة. الفيديو بتاعنا النهاردة ريفيو عن المنتجات اللي احنا بنجيبها اللي هي بنحتاجها في بيتنا ومنقدرش نستغنى عنها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ان انا شكلي رحت وايه وجبت حاجات كتير. هنقول مع بعض بقى جبت ايه واحدة واحدة كده واقولها لكم في الفيديو. بس طبعا اهم شيء ان احنا ايه مع بعض كده واحدة واحدة، وانا عارفة مش هطول عليكم على قد ما اقدر، وهقول لكم كل حاجة جبتها ايه. انا لقيت النهاردة عرض حلو قوي، عجبني قوي، في سوبر ماركت كبير جنبي كده، فروحت قلت ايه طبعا عرض بيبقى مش هنفوته، اي حد فينا بيجري ورا اي عرض طبعا. وطبعا اللي انت بتجيبيه مش هيخسر، بينفع بعدين وبينفع عندك ضيف اي حاجه، يبقى كل حاجه موجوده عندك، متحتاجيش انك تنزلي او اي حاجه. واحده واحده مع بعض هعرفك. جبت كل ادوات اللي تخص الغسيل واللي تخص الاكل طبعا ما عدا اللحوم والفراخ والحاجات دي، ماشي. جبت النهارده طبعا عجبني عرض على الكمامات اللي هي الاطفال، وطبعا عشان داخل علينا المدارس بقى فلازم طبعا نأمن عيالنا الكلام ده كله، والكحول والكمامه، ويبقى ايه نضاف حتى لو ورانا مشوار لازم عيالنا ما يخرجوش من غيرها في من البيت، ماشي، طبعا حفاظا على صحتهم. ده بتاعت الاطفال، ودي عجبني قوي نوعها قبل كده واستعملته كانت جميله جدا عجبتني قوي، جبتها برده للكبار اللي انا وجوزي، ودي لايه لابني وبنتي، ماشي. تاني حاجه بقى طبعا الجل، طبعا جل لوكمان ده انا جربته قبل كده وعجب جوزي برده ودوت بيحبه جدا. وطبعا حمام الكريم اللي هو منك ده حلو قوي، حمام الكريم للشعر بينعم وجميل جدا. طبعا سلكات طبعا معانا، كل سنان طبعا عشان تنظيف الاسنان بعد بقايا الاكل وكده. معانا كحول بقى ده بيور ده جميل جدا، وبعدين بصي لو ركزتوا هتلاقوا فيه نسبه الكحول 70% الاسيلين بتاعه، يعني مش عليه برفان ولا عليه اي حاجه ولا مضر ولا اي حاجه، يعني نسبه الكحول فيه عاليه. فده معايا في كل بيت، قايب لحد ما يخش من الشقه يحط منه. طبعا في الشنطه بنجيب العبوات الاصغر طبعا او الجل، اللي هو ما ينفعش نحط كحول في الشارع عشان الجلد طبعا كل شويه مش هينفع. بنجيب بقى معانا بعد كده باندولين، طبعا مش قادره اوصف لكم قد ايه باندولين ده شامبو بجد جميل جدا للكبار والصغيرين، انا مجرباه كذا مره. باندولين حلو جدا لبنتك او ابنك، اولا في جوجوبا، في بنسينول، في الزيوت اللي هي الارجان، كل الزيوت المهمه موجوده في باندولين. انا مش بعمل دعايه ولا اي حاجه، ده انا الحاجات اللي بوريها لكم اللي هي المنتجات اللي انا بشتريها بجد حلو جدا. وبعدين اول لو ركزت فيه كده هتلاقيه صوديوم فري، باربين فري، يعني طبعا ماده البارابين دي بتدمر الشعر لو هي موجوده، الصوديوم لو موجود بيدمر الشعر، فاحنا لازم نحافظ على شعر عيالنا عشان لما تكبر تبقى على الاقل ان احنا حافظنا عليها. يعني تاني حاجه بقى معانا بقى الملمع الاخشاب ده طبعا اساسي جدا معايا اهو، اكيد طبعا واضح معاكم. معايا ملمع الازاز، لقيت عليهم عرض هما الاثنين فيهم توفير 5 جنيه، فقلت طبعا حرام اسيبه رحت جايباه. معاكم بقى ايه كلور الوان، دي بصراحه اول مره اجربها، انا طول عمري بجرب اللي هو كوليركس، بس هو قال لي جربيها وهتلاقي حلوه جدا. الازازه دي ب 10 جنيه وكوليركس ب 16، فانا قلت هجيبها واشوف الفرق. هو طبعا يعني اكيد مش احسن، بس انا برضو قلت هجربها مش عليها عرض توفير هنجربها، تمام. معانا بقى ايه طبعا ازازه الكلور دي كانت جايه هديه مع الفيبا اللي هو بتاع المواعين، ماشي، على توفير 5 جنيه، وعجبني برضو المعطر الجو ده طبعا ما اقدرش استغنى عنه يا جماعه، ما اقدرش خالص خالص. عندي دوني طبعا ده اساسي معانا في الغسيل عشان ريحه الهدوم بقى تبقى متنشره ريحتها جميله كده، ونفتح دولابنا تبقى ريحته كده بتطلع برفان لوحده. في منه كذا ريحه طبعا انتوا عارفين، في منه الذهبي، في منه الموف، في منه الازرق، في منه اللبني، في كل الالوان من الدوني. الطيب جبت 4 كيلو، انا بحب اجيب الطيب حتى لو معلوش عرض، لا لازم ما يخلاش من البيت، لازم كل ما قبل ما تخلص لازم اجيب واحده ثانيه، 8 6 4 2 اي اللي موجود بجيبه. معايا طبعا في بقى احنا قلنا عليه، لقيت ازازه الاوكس دي طبعا انتوا عارفين اوكسي حلو ازاي في الدهون، حلو قوي جبته، الازازه كانت 18 عليها عرض ب 14. جبت طبعا الورق الفويل اللي احنا بنلف بيه بقى المشاوي، او عاملين مثلا اكله نحافظ على حرارتها بنلفها بيه. عندنا الاسترتش، طبعا الاسترتش ده ما بيخلاش من البيت عشان احنا بنغلف بيه الاكل، هوريكم ازاي نستخدمه ونحطه ونستعمله بعد كده مع بعض في الثلاجه، ماشي. ده بالنسبة للحاجات اللي هي تخص الغسيل كله وكل حاجة عن التلميع والأخشاب والمطبخ وحاجات استعمال الغسيل كله، إذا كان بقى تاولت أو حوض أو غسيل أو أي حاجة، إيه كل ما يخص الإيه استعمال الصابون والحاجات دي كله، ماشي. هنيجي بقى مع بعض هنشوف حاجات الإيه
العطاره والبقال. انا الفيديو النهارده ما فيهوش اي حاجه تخص عن الفراخ او برجر او مجمدات، فيديو تاني هعمله لكم عن الحاجات دي وهوريكم انا بعمل فيها ايه. ماشي. تاني حاجه جبنا ايه بقى؟ جبنا 3 اكياس او 4، ثواني كده، جبنا 3 اكياس مكرونه شعريه طبعا عشان الرز. جبنا 2 الام للبشاميل. ماشي. جبت 2 اسباجيتي نقل عليهم عرض، دي الملكه، انتوا عارفين طبعا نوع الملكه عامل ازاي. الملكه انضف مكرونه طبعا. ماشي. هي مش انضف قوي، في طبعا انواع اغلى، بس دي نوعها نضيف وكويس. معانا جبنا كيري طبعا عشان عيالنا، ومفيده قد ايه لان هي معموله من اللبن يا جماعه، وجميله جدا جدا جدا، اكيد تقول لكم جربينها. معانا المربى طبعا اللي ما بنقدرش نفصل عنها، نحشي مربى بقى على حلاوه، مربى بقشطه، مربى بعاد، مربى باي حاجه انتوا بتحبوها. ماشي. عندنا حلاوه طحينيه طبعا، الحلاوه الطحينيه جميله قوي 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 برده. انا ما بستعملش غير الرشيدي. ماشي. في انواع كتير بس انا بحب الرشيدي. عندنا ايه تاني؟ طبعا الرز، بستعمل رز الساعه يا جماعه، ده يعتبر انضف رز، ما بيعجنش ونضيف وتحس ان هو مغسول اصلا. ماشي. عندك المايونيز طبعا اللي احنا بنستعمله مع بعض مع شاورمات وكريبات، وبعدين ده بنعمله مع بعض. طبعا انا ما لقيتش كاتشب عجبني، ان انا برضو بستعمل هاينز بس ما لقيتهوش، ما لقيتوش كويس، ما لقيتش البواكي دي، لقيت اللي هي الازايز وانا ما بحبش الازايز. جبت برطمان عسل هوني طبعا. هوني بصوا الهيرو ده يعني طعمه جميل جدا، والعسل بتاعه مفيد جدا وحلو جدا. يعني انا تقريبا النص كيلو ده كنت جايباه، مش فاكره مكتوب عليه، كان عليه عرض 5 جنيه او 3 جنيه، من بعد 50 انتوا عارفين سعره طبعا. ماشي. جبت ازازتين خل، جبت لقيت الكبيره والصغيره، لقيتها عليها عرض برده الاثنين فيهم توفير بتاع 8 جنيه او 5 جنيه، حلو جدا برده. جبت ازازه زيت كبيره حلوه كان فيها توفير 5 جنيه. علبه جبنه دومتي ربع كيلو. جبت جنه، جبت روابي. على فكره الجنه والروابي حلوين جدا. ماشي. بس انت عودي نفسك تجيبي الحاجات اللي هتحاولي تجيبي العلبه اللي هي مكتوب عليها غير مهدرج. غير مهدرج دي مفيده شويه عن اللي هي بتبقى مهدرجه. ماشي. هو طبعا بيقولوا انا مستحبه المصنع، بس هم بيقولوا يعني، بس هي استعملتها مش وحشه وريحتها حلوه قوي. بس طبعا ما ينفعش طبعا الحاجات دي بنستعملها في الطبيخ في بصل مش عارفه ايه، لكن طبعا الاكل النضيف بنستعمل سمنه بلدي، بس كان بقى بيض او رز او الحاجات دي. جبت بقى برطمان القهوه اللي هو مجننا كلنا. القهوه دي اسمها بوف طبعا، كلكم عارفينها، في منها كل الانواع، وسط وفاتح وجامع. انت لو روحتي السوبر ماركت هتتهبلي مش عارفه تجيبي انهي طعم. في منها شوكولاته، في منها وسط، في منها غامق، في فاتح، في قهوه بلبن، في اسبريسو، في محوج. انا طبعا احنا بنحب اللي هي الساده الفاتح دي عشان ما تبقاش تقيله علينا وكده. جبت برطمان علبه البوادي نص كيلو طحينه، طبعا الطحينه ما نقدرش نستغنى عنها في سلطه الطحينه، في كفته، لحمه مشويه، الحاجات دي كلها. جبت بقى بعد كده ايه؟ جبنا التليو، شاي اخضر، ينسون، هي الحاجات المشروبات السخنه طبعا عشان الشتاء والكلام ده يا جماعه، لازم نامن نفسنا نشرب كوبايتين ثلاثه في اليوم، ده صحي جدا الحاجات السخنه ديت. ماشي. عندنا بقى اللي انا مش قادره بقى اوصف لكم البهارات دي بقى. البهارات دي غنتني بجد كتير، ان انا اروح للعطار واشتري بخمسه جنيه مش عارفه ايه، بخمسه جنيه ايه، بخمسه جنيه ايه، لا دي الازازه ب10، دي الازازه ب10، كان عامل عرض ان تشتري ثلاثه هتاخديهم ب25، فانا رحت جبتهم. طبعا منتجات باب الشام دي انا مش قادره اوصف لكم الريحه بتاعت البهارات بتاعتها عامله ازاي. وبعدين منظرها شيك قوي بقى، بدل ما نجيب بقى كيس ومش عارفه ايه وورقه لا، هي كل حاجه مكتوب عليها وكل حاجه سهله وتتحط في الملاحه على طول. بصي، جبت بهارات لحمه، جبت 7 بهارات طبعا احنا عارفين دي بتستعملها ايه ودي ايه ودي ايه. جبت بهارات فراخ، معرفش بقى واضحه ولا لا عندكم، تمام. جبت طبعا اللي احنا استعملناهم في فيديو قبل كده في الفشار، وطبعا ما اقدرش استغنى عنهم خالص، بهارات الشطه وليمون وبهارات الجبنه، دي بنستعملها في بطاطس او بيض او فشار. ماشي. كده خلصت الجزء ده. لقيت بقى عرض طبعا على حاجات المشاوي، خلطات المشاوي طبعا ما نقدرش نستغنى عنها، برطمانات صلصه يا جماعه طبعا، الصلصه طبعا ما نقدرش برده نطلعها من بيتنا خالص. عندك مكعبات ماجي، عندك ماجي فوريه طبعا اللي مجننانا برده، في ملوخيه وفي رز وفي كل حاجه. ماشي. وجبنا بعد كده التونه، لقيت عرض على التونه بقى 3 علب فيها توفير 5 جنيه في التلاتة، رحت جبتهم. دونا دولفين مفتتة طبعا، انا ما جبتش القطع لان عيالي ما بيحبوش القطع، بيحبوا مفتتة ياكلوها كده، ما بيعرفوش ياكلوا القطع.
طبعا في اللي بيحب قطع وفي اللي بيحب المفتته، براحتك اللي انت عايزاها تيجي. ماشي، في حاجه تانية ما قلتهاش انا مش عارفه كده كده. متهيألي خلصنا كله، قلنا الفيجيتار مش عارفه قلنا ولا لا، بس هنعيده تاني. جبت 6 اكياس فيجيتار، طبعا الفيجيتار ما فيهوش عرض عشان ما اضحكش عليكم، هو كيس معروف ب2 جنيه. ماشي، بيعمل عرض على العلبه بس، فاحنا جبناها لان انا عندي اصلا من الاول، يعني انا عندي، بس دي الحاجات اللي هي كل ما اسحب حاجه بروح اجيب غيرها عشان ما الاقيش بيتي فدي، لان فكره ان البيت يفضى صعب انك اصلا تعرفي تنجيه تاني، صح ولا ايه؟ فاكيد طبعا لو في اي حاجه عايزين تستفسروا عنها، بكام جبتها، منين، اي حاجه قولوا لي في التعليق، قولوا لي في الفيديو، ويا رب يكون الفيديو سهل وعجبكم وبسيط. انا حاولت ان انا اختصر على قد ما اقدر، ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتدعموني وتخلوني اوصل لاعلى من كده عشان ابسطكم واتبسط. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شكرا.